بفقرة هلأ وقتها. فعلا هلأ وقتها نحكي عن ظاهرة خطيرة وجديدة، يمكن هي انعكاس للوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه بالبلد، وللشلل يمكن المالي عند المواطن وعلى كل الأصعدة والقطاعات. ظاهرة جديدة هي اختفاء المريض من المستشفى من دون ما يدفع فاتورة الاستشفاء، أو حتى وصلت ببعض الأحيان إلى مريض يدخل إلى المستشفى أثناء العملية الجراحية أو بعدها، أو بسبب تدهور حالته الصحية يتوفى وأهله بياخذوا الجثة يعني قسرا بدون ما يدفعوا تكاليف المستشفى. طبعا هالظاهرة سيف ذو حدين. معي نائب المستشفيات دكتور سليمان هارون، نائب المستشفيات الخاصة بلبنان. صباح الخير دكتور هارون. صباح النور. أول شيء يعني ما بعرف إذا ظاهرة جديدة أو إلى وقت عم تتكرر دكتور هارون هالظاهرة، يلي طبعا بتنعكس سلبا على القطاع الصحي بشكل عام، إنما هي كمان دليل على واقع الناس والمواطن والمرضى. هي منا ظاهرة جديدة بس هلأ صارت أكثر من الأول. نعم. بسبب مثل ما قلت الضائقة المالية اللي وكثير بيجينا اتصالات من عالم ما قادرين يدفعوا فاتورة المستشفى وما بيعرفوا شو بدهم يعملوا. يعني حتى بالإضافة إلى اللي ذكرتي، في أوقات كثيرة بيتركوا المريض بالمستشفى ما بياخذوه لأنه ما عندهم محل يحطوه، ما عندهم مين يهتم فيه. نعم. بيحطوه بالمستشفى مدة أسبوع أسبوعين وهو ما بيكون بده استشفى. نعم. يعني هذه ظاهرة مزبوط عم بتصير، بس ما فينا نعمل شيء يعني. نعم. مجبورين نتعايش معه. نعم. ولكن بموضوع بحب شدد عليه، أنه بحال الوفاة والجد ممنوع المستشفى إلا ما تسلم الجد. يعني هذا خط أحمر، ما في المستشفى تقول تبقى الجد عندنا لحتى يسددوا الفاتورة. هذه ممنوعة منعا باتا يعني. نعم. نقيب هون انت عم بتحط كأنه يعني مثل قواعد أخلاقية لهذه الظاهرة أو لهذا الخلل يلي عم بيصير بالقطاع الصحي. يعني حتى عم بتقول أنه القواعد الإنسانية الأخلاقية لازم نسلم الجثة لأهلها حتى لو ما كان في مادة، بس كيف عم تتعاملوا كمستشفيات مع يعني اختفاء المريض فجأة بدون ما يدفع؟ يعني هل عم بيصير في كمستشفى ما بعرف رفع دعوة قضائية ملاحقة المرضى؟ لا، قليل لا يكون في ملاحقة قضائية إجمالا. لا خلص المستشفى بتتحملها. يعني ملاحقات قضائية نحن بنعرف أنه يعني وضع القضاء بأمور أقل تعقيدا ما بتوصل على نتيجة تكيف بحالي مثل هذه. يعني ما عم بسمع ملاحقات قضائية بتقوم فيها المستشفى. نعم. بس في حال نقيب يعني سمعنا مؤخرا انه بعض المستشفيات يمكن بسبب تكرار هالحالات ويمكن كمان العبء الكبير على كاهل المستشفى من تكرار هذه الظاهرة انه حياخدوا تدابير قانونية وقضائية، هل يعني نقابة المستشفيات تدعم المستشفى؟ يعني انتم هون مثل ما بيقولوا بين شقوفين، هل ندعم المريض ام هل ندعم المستشفى اللي هي كمان بحاجه تضل واقفه على اجريها لتستقبل مرضى؟ ما يعني هذا المأزق اللي واقعين فيه نحن صار لنا مده وازداد بالمده الاخيره. يعني الظاهره ازدادت بالسنتين الماضيين بسبب الضيقة المالية المتزايدة اللي موجودين فيها المرضى، بس الحقيقة ما فينا نعمل شيء يعني مجبورين نتعايش معه. نعم. ما بنقدر نحن علانين بين شوفين، يعني لا فينا نترك المريض، وبذات الوقت المريض إذا من بعد ما طببناه وخلصنا قال ما في أدفع الفاتورة ما فينا نعمل شيء يعني. بس إنه ماشي الحال، عم نقدر نقطع ماشي يعني، عم نقدر قدر الإمكان نتحمل الشغل. يعني المهم انه ما نترك المريض يتعرض لاي خطر، وهذا كمان خط احمر. يعني ممنوع تتعرض حياه المريض للخطر بسبب الامور الماديه، وكل المستشفيات ملتزمه بهالمبدا هذا. يعني ما في ولا مستشفى تترك مريض يتعرض لخطر
إذا ما كان معه يدفع الفاتورة. نعم نقيب هيدا يعني كلنا بنعرف كلنا بنعرف حضرتك كيف بتفكر، يعني أنا شخصيا عندي تجربة وخبرة كبيرة معك بهالموضوع، ما بتقبل بس بعض المستشفيات ما فينا نعمم أنه كمان عم تتعامل بنفس الأخلاقيات، يعني خاصة وقتها بينرفض مريض أنه يدخل على الطوارئ لأنه معه يدفع. لا من نفرق بين حالتين، حالة الممكن فيها خطر على حياة المريض والحالة الباردة يلي ممكن مريض مثلا يتوجه لمستشفى حكومي. نعم في أوقات كتير بيجي ما في خطر على حياته ولكن بده معالجة، بيقدر يروح على مستشفى حكومي، ومفروض المستشفى الحكومي تكون الفروقات المادية أقل من المستشفيات الخاصة. بس حالات خطر على حياة المريض أبدا بقدر أكد يعني ولا مستشفى، وقال لك أنت كل يوم تسمعي أنه مريض مات لأنه المستشفى ما اعتنت فيه، كل يوم من صادفها الحالات هذه. نعم. ما بتسمعي ما عم تسمعي بحالات انه مريض مات لانه ما عملوا له تمييل قلب او ما عملوا له عمليه بالراس او شيء، يعني لا انا ما عم بسمع بشيء مثل هذه عم بتصير. ولكن الحالات البارده ايه من حق المستشفى تقول له للمريض انه يتوجه لمستشفى حكومي، والا لشو موجودين المستشفيات الحكوميه يعني. فعلا نقيب، هل ممكن تطمنا على وضع القطاع الصحي الخاص بلبنان؟ نحن وين اليوم؟ نحن بأي حالة؟ يعني حالة دقيقة، يعني عم نقطع كل يوم بيومه، يعني عندنا مشاكل مادية كثيرة. أولا بالنسبة لكلفة الاستشفاء، كلفة الاستشفاء عالية كثير، يعني صار أغلى مما كانت عليه سنة 2019 بالوقت يلي الجهات الضامنة الرسمية وشركة التأمين حتى منهم قادرين أنهم يلاحوا هالغلا يلي لحق بالمواد اللي بنستعملها بالأدوية إلى آخره. ومشان هيك بتشوفي أوقات كتير المريض بيبقى فايت على حساب وزارة الصحة أو حساب الضمان الاجتماعي، عم بيتكلف من جيبه الخاص زيادة عن يلي مفروض يدفعه. بعطيك مثلا الضمان الاجتماعي ما بيغطي المغروسات الطبية بعمليات العظم، طيب ما هيدي بده يتحملها المريض، ما هيدي ثمنها بيكلف أكثر من العملية بحد ذاتها، ممكن يوصل ثمنها لألوف الدولارات. صحيح. كذلك الأمر بالنسبة لوزارة الصحة، وزارة الصحة يعني بس مؤخرا الأسبوع الماضي عمل مؤتمر صحفي وأعلن وزير الصحة أنه صار يغطوا ريسورات القلب، ما كانوا يغطون، المريض كان يدفعون كمان حساب وزارة الصحة المغروسات الطبية للعظم يعني اللي بيسموها الناس البروتيز. نعم. كمان وزارة الصحة ما بتغطيها، بيدفع المواطن من جيبته. إذا بالتالي في مشكلة عند الجهات الضامنة الرسمية انه ما قادرة الدولة ما قادرة تأمن الميزانيات الكافية لحتى تغطي بشكل كامل فاتورة المريض. فعلا يعني هيدي عم تنعكس بالطبع على المريض يلي عم يتحملها من جيبه الخاص. فعلا هل في بوادر حلول بهالأفق المعتم دكتور هارون؟ ما بدنا نكون متشائمين بس هيدا واقع، هل في بوادر حل ما بعرف من خلال ميزانيات مرتقبة أو أي إشارات أخرى؟ شوفي يعني القطاع الاستشفائي منه جزيري من عزلة بالبلد. القطاع الاستشفائي جزء من البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا واللي بدك اياه، وبالتالي يعني ما في يتعافى القطاع الاستشفائي اذا ما تعافى الاقتصاد البلد كله سوا. يعني نحن يعني مثلا وزارة الصحة موازنتها سنة 2024 كانت قد نصف يعني 50% من موازنتها من سنة 2019. نعم. وهيدا من بعد جهد كبير قام فيه وزير الصحة لحتى علوله الموازنة لهالدرجة هيدي. من هون فيك تتخيل انه مش معقولة تقدر الدولة اللبنانية تغطي سنة 2024 مثل ما كانت تغطي سنة 2019 ومش بمقدورة تأمن له
400 مليون دولار مثل ما كانت من سنة 2019. السنة كانت ميزانية وزارة الصحة 200 مليون بدل 400 مليون، هو بيغطي على قد 200 مليون يعني نصف ما كان يغطي سنة 2019. ضمان الاجتماعي كذلك الأمر عنده مشكلة مادية، يعني أولا الاشتراكات إذا ترجمتها للدولار ما بتطلع مثل الاشتراكات قيمتها سنة 2019. كمان عنده مشاكل بتسديد الكلفة وفق الكلفة الحقيقية، يعني عم نتفاوض نحن الضمان حاليا على الكلفة. أولا يعني أول شيء بقلنا إيه أنه هو عارف أنه الكلفة عالية بس منه بمقدوره يدفع أكثر من هالقد. يعني عم بيجي بيقول أنا بهالقد بقدر أدفع، طب مين بده يغطي الفرق؟ صح. المستشفى ما فيها تغطي الفرق، عم ترجع تقع على المريض، يعني من حوره من دور من حوره من دور بيقع المشكلة على المريض. وأنا ما بتخيل في حل للمستشفيات بمعزل عن الحل لكل الاقتصاد بالبلد. فعلا شكرا دكتور سليمان هارون على هالإضاءة. فعلا يعني ما بعرف شو بدنا نقول، الوضع كله بأزمة كبيرة، كلنا بنعرف هالشي وكله مرتبط ببعضه، والله يساعد المواطن. شكرا.